مشاهدي الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كلام في الرياضه. في البدايه اسمحوا لي ان اهنئ المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقيه وايضا قناه اوغريت بانطلاق دوره برامجيه جديده، وبالتالي كلام في الرياضه هو مستمر ايضا لمواكبه كل الاحداث الرياضيه في سوريا وخارج سوريا ومنتخباتنا الوطنيه وايضا كل الانديه في سوريا. على كل حال انطلاقه مباركه ان شاء الله، وتحيه لكل اعزائنا في كل البرامج الموجوده في قناه اوغريت، وتحيه لكل العاملين في هذا المركز على الجهود الكبيره بالفعل. صحيح هناك امكانيات بسيطه لكن الكل يعمل بجد ونشاط، وبالتالي الخير فيما اختاره الله. على كل حال عوده لبرنامج كلام في الرياضه الذي يستمر ايضا في الدوره البرامجيه الجديده، وان شاء الله هو مستمر على طول قناه اوغريت، وبالتالي يسلط الضوء على كل الاخبار الرياضيه كما ذكرت هنا في سوريا وفي مدينه اللاذقيه ايضا، تحديدا كناديه شيرين وحطين ونادي جبله. اليوم سيكون معنا طبعا ضيف نتحدث من خلاله حول التطورات في الدوري السوري بكره القدم وبدايته يوم الجمعه القادم، وايضا حول درع الاتحاد كمسابقه لاول مره في تاريخ اتحاد كره القدم في سوريا والوحده بطلا لهذا الموسم. ايضا هناك كلام عن منتخبنا الوطني اللي راح يكون طبعا الكل مواكب لهذا المنتخب اليوم الساعه 4 عصرا بتوقيت سوريا بمباراته في نهائي كاس تايلاند. كلام كثير في هذا البرنامج وفي هذه الحلقه تحديدا، لكن بعد الفاصل. من جديد مشاهدي الكرام اسمحوا لي أن أرحب بضيفي العزيز لحلقة اليوم الكابتن علي بركات، المدرب الوطني ومدرب نادي جبلة سابقا. أهلا وسهلا فيك كابتن علي. لا أستاذ أحمد، سررنا كثير بلقائك ومبروك من القلب الانطلاقة البرامجية الجديدة لقناتكم رغم كل الإمكانيات، ومنوجه التحية أكيد لكل العاملين. اشتقنا لك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا فيك يا كابتن علي. دائما الهم والاهتمام نحن كرة القدم بسوريا، ليس فقط بسوريا ولكن بكل انحاء العالم. انت بتعرف كيف اصبح التطور سواء بالناحية التسويقية او الناحية الاعلامية ونقل المباريات، وايضا كدراسي جدا جدا عميقة بالنسبة لكرة القدم السورية. اليوم بشكل عام كيف بتشوف كرة القدم السورية؟ نحن بالتأكيد خلينا نكون واقعيين، دائما المنطق بيقول انه نحن مرينا بازمات كبيره. هاي الازمات كان لها وقع كبير على المنشات والحاله الماديه اللي هي بتحكم اللي هي عصب كره القدم. نعم. رغم كل ذلك ما زلنا نحن الان عم نعاني من عده امور اهم المنشات، الداعمين او اصحاب الاموال اللي هن قادرين انه يكونوا موجودين ويتحملوا هذا العبء المادي يلي بيخلي النادي او يلي بيأمن للنادي اقل المقومات يلي هو بيساهم بنجاحه. هلا هو بشكل عام كابتن علي، يعني انه كل العالم اتجه لموضوع كره القدم هي اولا مصدر رزق وثانيا معشوقه، يعني حاله اقتصاديه. نعم هون حاله اقتصاديه، ولكن عندنا نحن هون حاليا الادارات اللي عم تتعاقب على الانديه للاسف ما عم بيكون الى اي رع مادي من وجودها باستثناء المباريات اللي بتكون موجوده على ارضهم حتى هن يستفيدوا بشيء بخس، يعني من الموارد او من الاموال اللي عم تجيهم عن طريق الجماهير. هن بيحطوا مصاري من جيبتهم يعني لحبهم وعشقهم للنادي يعني. طبعا طبعا جل رؤساء الانديه الموجودين حاليا باستثناء الانديه التابعه للهيئات وللوزارات هن عم بيحطوا مصاري وعم بيدفعوا اموال من جيبهم. هذا يعني الكلام هو اكيد ينطبق على كل الرياضات ليس فقط بكره القدم، يعني انا اتحدث عن موضوع الناحيه الاقتصاديه ايضا، انه غيرت من مفاهيم كثير حتى بقوانين كره القدم تماشيا مع الحاله الاقتصاديه بكل انحاء العالم. بكل انحاء العالم خلينا هون واقعيا ومنطقيا هون استاذ، الحاله الماديه والحاله المعيشيه الصعبه فرضت كثير على عده انديه انه يتواجد فيها اشخاص بشكل دائم هني موجودين وهني اللي أخذوا على عاتقهم أنه هني يستمروا بمسيرة النادي نتيجة عشقهم لناديهم ومحبتهم، وجلهم الأموال عم تكون من جيبهم، ناهيك عن بعض عن كم نادي ممكن يجي بعض الداعمين لفترات مؤقتة، وللأسف للأسف جل الاستثمارات الموجودة بالنادي أو بالأندية ما عم بيكون إلى أي ريع منطقي قادر أنه هو يشيل النادي ولو على مدار موسم واحد. هلا اليوم
الكابتن علي بركات اللي حقق نتائج كتير رائعة من مدرب شاب، انه استطاع انه يوجه لاعبين على مستوى لاعبين الدوري ولاعبين المنتخبات الوطنية، سواء كان في نادي جبلي او حتى في نادي شرين او حتى في نادي الساحل اللي دربهم. اليوم راح نسأله للكابتن علي، اليوم علي بركات وينه من الاندية السورية؟ هلا نحن كمهنتنا استاذ احمد، اليوم المهنة هي اكيد الكل بيعرف انه هي مهنة مصاعب متاعب، ولكن اليوم يعني الحمد رب العالمين، بتوقع أنا اليوم كسن كعمر أصغر مدرب في الدوري السوري، يعني من 2016 الحمد رب العالمين لنهاية الموسم السابق أنا مدرب عامل وموجود. ولكن أحيانا أنت بتجيك عدة عروض، ولكن أنت بدك تدرس العرض الأنسب يلي بيخليك أنت تنجح وسياسة النادي تنجح. فانت مو اي عرض بيجيك انت فورا بدك تكون متواجد، لانه انا بدي اعرف اليوم النهج والاستراتيجيه المتبعه عند النادي. هل ترى اذا انا وافقت وتواجدت راح يكون في نجاح؟ طيب الحاله يعني الكرويه اللي عم تعيشها كره القدم السوريه، نعم، بتخلي انه والله واحد يعني مثلا مدرب طموح انه حتى يوقف عند شغلات كثير الاهم لتدريب اي نادي مثلا؟ اليوم استاذ حكينا بالامور الماديه، خلصنا ناهيك عن الامور الماديه، ولكن انت اليوم بدك تيجي إذا أنا بدي فوت مع أي فريق أو مع أي نادي، الأصول المدير الفني هو اللي ينتقي اللاعب، طبعا هو اللي طبعا يبني الفريق، صحيح. هو يتواجد قبل الموسم أو قبل أي بطولة رسمية على الأقل، ما رح نقول نحن بشهرين كفترة تحضير فريق يعني. على الأقل نعم. فترة شهر نعم. فأنت للأسف اليوم حتى أنت إذا قبلت وإجيت عم تتواجد أنت بمكان فورا أنت عم تتحمل المسؤولية، وحقهم يحملوك المسؤولية لأنه أنت رضيت أنك تتواجد بهالمكان بهالفترة الزمنية القصيرة اللي أنت كنت متواجد فيها. لذلك أنا برأيي الشغلة بدها تروي كتير، بدها دراسة كتير، مو المهم أنه أنت دائما أنه أنا استلم أي فريق أو أنا أكون متواجد. هالموسم يعني نحكي بطل دوري أخونا عمار الشمالي، الكابتن عمار موجود قاعد بالبيت ما وقع، مدربين كمان ما بدنا نذكر بالاسماء، كل التحيه لهم كمان موجودين، مو معناتها انه انا والله انتهت الروايه، لا، انت بدك تنطر العقد المناسب يلي بينسجم ويلي بيتوافق مع عقليتك وفلسفتك ويلي انت بنظرك انه انت قادر تقدم اضافه. ما بدنا نكون مدربين كلاسيكيين تقليديين بمجرد انت عندك شويه علاقات انت تتواجد باي نادي مدرب، لا. طيب بس بدي اسال سؤال، يعني هلا بالنسبه للمنطق اللي تحدثت فيه كابتن علي، لكن بالمنطقة الآخر يعني أنا بدي أعطيك مثال، اليوم نادي الكرامي اللي ضل بلا مدرب أيضا شهور وجاب لاعبين وتعاقد مع لاعبين وكل، لكن بالنهاية تم التوقيع مع الكابتن فجر إبراهيم. تعرف أنت الكابتن فجر إبراهيم مدرب منتخب، اسم غني عن التعريف، اسم غني عن التعريف، كيف ممكن تربط هذه المسألة؟ نحن اليوم إذا بدنا نسأل الكابتن فجر، نسأل كبارية كرة القدم الموجودين عندنا نحن بالبلد، الكابتن غني عن التعريف وخبرة كروية كبيرة. إذا بدنا نسأل يا هل ترى هذا الشيء حالة صحية؟ لا، الكابتن فجر حتى هو بيتكلم وبيقول لك هذا الشيء ما هو حالة صحية. نعم. ولكن بجوز اليوم الكابتن فجر قبل بهي المهمة، ثقته بنفسه المطلقة، أحيانا في أمور موانع أدبية موانع كذا بتفرض عليه أنه هو يلبي النداء لجماهير نادي الكرامي. أما يا هل ترى مين اللي انتقل لاعبين؟ مين اللي انتقل لاعبين؟ الكابتن فجر؟ لا، مو الكابتن فجر. كان في توجه آخر، كان في توجه آخر بناء على الكادر اللي كنا نشوفه وبناء على نوعية اللاعبين أنه يكون في مدرب غير الكابتن فجر. نعم. على ما يبدو تم التجديد مع المنتخب، فلذلك تم التعاقد مع الكابتن فجر، ولكن هي كحالة صحية في كرة القدم ما أنا حالة صحية أبدا. أنه الأستاذ أحمد، نعم، يتواجد ما قبل الموسم بشهرين ويحضر الفريق ويبني الفريق ويتم التعاقدات بناء على فلسفتك ونهجك انت، وبعدين يجي علي بركات قبل الدوري بعشرة ايام او 15 يوم يستلم من الاستاذ احمد، ممكن تصيب 80% و 90% باسم الكابتن فجر، رح تصيب. انت اعطيتنا مثال لا ينطبق على الاخرين. يعني انت اعطيتنا مثال، اليوم انت عم تحكي عن فجر ابراهيم الاسم الكبير، طبعا فممكن تصيب نوعية اللاعبين الموجودين بتخلي الكابتن فجر بيعلمه يعني ممكن يقرأ أيضا موضوع اللاعبين يعني وإمكانيات اللاعبين.
قبل القبول. أنا معرفتي ويقيني بشخص الكابتن فجر ما بيقدم على هاي الخطوة لو ما هو شايف إنه في نجاح بإذن الله، والله يوفقه الكابتن فجر. هلا نزال محروس يعني ممكن يعني اشتغل أفضل، يعني إنه إجا قبل يعني قبل الدوري بحوالي شهرين تقريبا، حكما بعلم كرة القدم، بعلم كرة القدم حكما يعني هو يعني إنه عمل صح، يعني إنه حتى نادي الوحدة عمل صح يعني. طبعا تم التعاقد مع الكابتن نزار أقل إيمان ما يقابل صار لهم فوق الشهر ونص. نعم. على الأقل الكابتن اليوم اللاعب بده فترة أستاذ أحمد حتى يعرف أنت شو العقلية تبعك، شو الأسلوب. إذا بدنا نحكي تكتيك دفاعيا علي بركات شو بده، هجوميا شو بده، فرديا شو بده. نعم. شو النهج المتبع اليوم؟ مو بس أنا والله تواجد علي بركات قبل بثلاث أربع أيام قادر أنه هو يعمل نقلة نوعية، لا، واللاعبين بتتفاوت، في عندك نوعية لاعبين قادرين أنهم يتلقوا المعلومة وينفذوها بأرض الملعب، وفي عندك لاعبين بدهم ممارسة أكثر وبدهم دروس ذهنية ونظرية أكثر. صحيح. فإذا بدنا نجي نحن لعلم كرة القدم بالتأكيد، ولا ما كانوا قالوا لك فترة تحضير. طيب هلا ممكن طبعا مع احترامي لكل المدربين اللي عم يشتغلوا بمجال كرة القدم بسوريا وحضرتك منهم يعني. نعم. لكن السؤال هون يعني إذا جاء إلى الدوري السوري اليوم مجموعة من المدربين المخضرمين اللي كانوا عم يشتغلوا برا سوريا. نعم. عاد نزار محروس، ممكن يرجع مثلا محمد قويد، ممكن يرجع مجموعة من المدربين، ممكن يعمل إزاحة لبعض المدربين اللي اشتغلوا في السنوات الماضية. طبعا ويعمل إزاحة. نحن بهمنا الألق والرونق. أنت يوم بتشوف نزار محروس بس طموحاتكم أنتو كان كبير كمان يعني، أنتو كشباب فجر إبراهيم يعني باسمه الكبير، هذا الشيء رح يكون. تفضل أستاذ. معقول يعني أنتو كشباب أنتو طموحكم كبير كمان أنه تستلموا أندية وتستلموا منتخبات، ما في مشكلة، ما أثر. نعم. هذا الموضوع اليوم كمان نحن بدنا نكون منطقيين، أنت عم تحكي مع مدارس، عم تحكي انت مع خبرات كرويه كبيره الى اسمها. نعم. نزار محروس، فجر ابراهيم، بالعكس انت اليوم صرت راح تشوف، وشفنا نادي الوحده، شفنا نادي الوحده ببطوله الدرع، شفنا المستوى اللي كان موجود، شفنا. صحيح. الانضباط، شفنا. صحيح. الالتزام، شفنا الروح، يعني نحن فينا نقول خمس ست لاعبين الموسم السابق شباب. ولكن هل ترى هدول اللي كانوا هذيك السنه؟ لا، كمستوى. نعم. كالتزام بالمهام مو هدول. هذا الشيء مين اللي زرعوا فيه؟ وجود الكابتن نزار محروس. إذن إضافة كتير مميزة كبيرة يعني. مميز يوم بتواجد الكابتن نزار والكابتن فجر إبراهيم. نعم. هذا بيزيد قلق، حتى بيعطي الدوري قيمة أكبر. أنا معك، لكن بيعطي الدوري قيمة أكبر حتى بالدول المجاورة. صحيح، بس لكن بتقل فرصكم أنتم كمدربين شباب يعني. طبيعي ممكن تقل. ممكن تقل، ولكن أنت كمان ممكن بأي لحظة اليوم أنت أستاذ أحمد اليوم مدربين الدوري صاروا معروفين. نعم. مدربين الدوري السوري صاروا معروفين، يعني انت اليوم وللاسف دورينا نحن صار معروف، انت اليوم بثلاث اربع جولات بيتعسر المدرب الحلقه الاضعف المدرب، تم اقالته وتم التعاقد معه. بينما شوف بالدول الاوروبيه او بالدول المجاوره يلي عندها كره قدم حقيقيه، التعاقد مع المدرب بيتم لمده سنتين او ثلاثه، شوف ما في موسم. صحيح. نادرا ما تشوف موسم، خصوصا بدنا ننتبه نحن على الدوريات الاوروبيه الموجوده. ليش يا هل ترى سنتين او ثلاثه؟ شو الغايه؟ الغاية انه هذا المدرب نحن نشوف النهج تبعه، نشوف الفكر تبعه، نشوف الفريق شو راح يصير معه. مو انا حضر الفريق قبل بشهرين، اتعسر اول مباراة ثاني مباراة يتم الإقالة. لكن المدرب يكون على مستوى عالي يعني، عنده خبرات، مستوى عالي، عنده انجازات في سوريا. نحن كمان على مستوى عالي. نعم. اليوم بالدوري السوري نحن ككرة قدم نحن نعد على مستوى عالي. هاي هدول هن مدربينك. نعم. العلم واحد، الشهادات وحدة، ولكن بالتأكيد رب العالمين عطى ميزات للأستاذ أحمد وحرم منه لعلي بركات، ولكن بالمقابل علي بركات أخذ ميزات انحرم منه الأستاذ أحمد. ما فينا كلياتنا نكون متشابهين. جيد. يعني خلقنا رب العالمين مختلفين حتى نتعايش. كل مدرب له سمات وله ميزات وله سلبيات، جوانب مظلمة، والمدرب الآخر كذلك الأمر. كل واحد بيختلف عن الثاني بجوز ببند واحد أو بنظرية واحدة تخليه يتفوق. انا عم بحكي هيك على العلاقات استاذ احمد، عم بحكي كعالم كره قدم. اما انت اليوم المدربين هدول هن المتاحين الموجودين عندك، هدول هن المدربين السوريين الموجودين بسوريا على مستوى الشهادات وعلى مستوى الخبره التراكميه والمواقف المتعدده والمدرب العامل. يعني انت هدول هن المدربين اللي عم بيتواجدوا بكل موسم جلهم، باستثناء كل موسم ممكن انت تشوف مدرب جديد او مدرب صاعد اخذ فرصه اثبت انه هو بيستحق. هذا الكلام بدي اوصل له يعني فضل. اليوم انه الكابتن علي بركات اللي اشتغل مع نادي التضامن وكاد يصعد على الدرجة الممتازة بموسم من المواسم، أيضا انتقل إلى نادي
الساحل حقق معه انجازات، ايضا الطليعه، ايضا جبلي، يعني نادي جبلي الكبير والعريق مع احترامي لكل الانديه، ايضا كل الناس كبار، لكن ايضا تاريخ نادي جبلي انت حققت كثير يعني انجازات بالنسبه لقيادتك لنادي جبلي. لكن اليوم يعني كيف موضوع انه تبقى العين على علي بركات بما حققه من انجازات؟ يعني الجماهير المعشوقة اللي بتفهم كرة قدم تعرف المهام يلي تصدالها علي بركات ويلي هو نجح فيها. مثل ما تفضل، التضامن كان درجة ثانية، بعد توفيق رب العالمين صار درجة أولى، بعدين وصلنا للمباراة الفاصلة، مباراة الفاصلة نعم انتقلنا بعدين إلى نادي جبلة، حققنا المركز الثاني وتركتهم أنا بالمركز الثاني لإتاحة المجال إنه ما يضيع الحلم. رحنا على نادي الساحل، نادي الساحل كمان الحمد لله رب حتى العالمين، حتى بكاس آسيا يعني بكاس عند الياسوية، وبتوقع أنا يعني حسب الخبراء الرياضيين بتوقع أنه النتائج كانت مقبولة كتير حلو جدا، يعني بكاس أندية آسيا كتير كانت جيدة، فالحمد لله رب العالمين. اليوم ما حدا فينه يزيح فلان من الناس عن الأضواء، أو حدا يبخس عمل فلان من الناس، ولكن أنت، أنا برجع بقول لك اليوم، أنت كرة القدم الموجودة حاليا نحن بظل الحالة المعيشية الصعبة وبظل التخبطات وبظل العلاقات، ما بدنا نخفي عن بعض أستاذ أحمد، اليوم أنت يعني تدريب أي نادي هو يخضع لموضوع العلاقات قبل الشهادة برأيك؟ مو بالمطلق، ما أنا بالمطلق، يعني بس نسبي عالي، يعني يوم ما فيني أقول الكابتن فجر إبراهيم بالعلاقات، لا عمولا نسبي عالي، لكن ليست لربما خطأ. لربما فينك تقول أنا فيني أطلق عليها 30-40%، إذا في نسبي يعني في نعم. هذا واقع، هذا واقع. كيف هي بتتم العلاقات؟ هي ما أنا علاقات غير مشروعة أو علاقات مشبوهة، لا، ولكن الأستاذ أحمد بده يتعاقد مع مدرب لنادي له ثقة بعلي بركات، تمام، دلني تمام. على مدرب مين موجود عندك مدرب؟ أنا هون، أنا ويقيني وضميري تجاهك أنت، أنا ممكن أقول لك فلان من الناس، طيب فلان من الناس تربطني في علاقة، خلي يروح يمشي وقيس على ذلك. ولو الكل اليوم بدهم هني يتكافئوا على أعمالهم وعلى خبرات السنين اللي هني تواجدوا فيها وعلى الإنجازات اللي عاملينها، لازم ما تشوف ولا واحد من يلي هلأ أخذين استراحة محارب إلا عم بيشتغل. صحيح. هلا على كل حال ولكن السؤال الاهم استاذ احمد بتعقيب هذا السؤال انا اللي بشوفه كمان مهم، نعم، يا هل ترى نحن اذا نحن مدربين من التوب ونحن خبرات كرويه كبيره ونحن فاعلين ونحن عاملين، ليش ما بنشوف نحن بالدول المجاوره او بالدول الاسيويه في تعاقد مع هالمدربين السوريين؟ ليش نحن بس هون بسوريا بيتم اقصاء فلان من الناس، بيتم اقصاء المدرب فلان، بيتم اقصاء المدرب؟ طيب انت اذا انت صاحب خبره وانت عندك تاريخ كبير، كيف الوصول لهذا الموضوع؟ انه كيف الوصول لهذا الموضوع؟ اذا بدنا نشوف هذا شو السبب؟ انا عم اقول لك بدنا نشوف، اذا بدنا نشوف علي بركات العراقي مثلا ما بتشوف حاليا، ممكن تشوفه درجه ثانيه درجه ثالثه، لانه اليوم اللاعب السوري والمدرب السوري كلمانه بتراجع بنظره، نعم بنظره برا، لانه انت اليوم شو المعيار؟ شو التقييم؟ حتى الدوري، لانه الدوري انت شو المعيار، شو التقييم لنجاح علي بركات او نجاح اللاعبين او اذا الدوري قوي السمعة يلي بتخلي الدول المجاوره تتعاقد مع فلان من الناس او لاعب معين؟ هو الدوري، التقييم الدوري والمنتخب، هو هذا كان المنتخب. كان موجود قبل الحرب، يعني انه كان انه سمعه طيبه بالنسبه للمدربين السوريين في الوطن العربي، كانت موجوده، كانت موجوده طبعا موجوده، وما زالت حققوا نتائج جيده، يعني حتى اليوم اذا بنشوف الدول المجاوره مثل الاردن مثلا في مدربين سوريين راحوا بصموا، لكن بانديه كابتن يعني رأفت حاليا موجود، وحتى كابتن بلبنان بالاردن، كابتن يعني عماد خان كان، الكابتن نزار تاريخه الكبير، الكابتن فجر، الكابتن هيثم جطل، ايمن حكيم يعني ايضا اليوم كابتن ايمن بالعراق، تمام عرفت؟ فانت اليوم العبرة بتقييم المدربين، صاير عندنا الدوري والمنتخب. طيب في سي في خاص بالنسبة للمدرب؟ يعني أنا مثلا طبعا الموضوع السي في اللي بينبعث مثلا إلى دول الجوار أيضا كمان بحاجة إلى توصية، يعني ممكن بحاجة إلى الاطلاع عليه من قبل الناس، مو الكل مو الكل بحاجة إلى توصية. اليوم في مدربين السي في تبعهم واسمهم ما أنه بحاجة لأي تسجيل من أي شخص آخر، بداياتهم أي بداية بداياتهم نعم بداياتهم ما فيهم، هلا مثلا مثل الكابتن علي اليوم بداياته كمدرب شاب شيء طبيعي انه يرسل السي في تبعه للانديه اجبار اول، واذا كان علي بركات عنده خبره من التدريب 40 سنه بدك تبعت السي في تبعك،
بس انت انا فعلا واحد بس بنحط في انجازاته مثلا لك، لكن الخطوه الاولى ايضا ايه، ولكن انا فهمت من سؤالك انه حتى انت لو عندك خبره وعندك تجارب ناجحه بحاجه الى تزكيه برا. ممكن على كل حال. منذ عدة أيام كان هناك مباراة نهائية لمسابقة درع الاتحاد، واللي طبعا اتحاد كرة القدم في سوريا أصدر هذه المسابقة لأول مرة في تاريخه. طبعا المباراة النهائية كانت بين الوحدة وحطين، وفاز الوحدة بثلاث أهداف مقابل لا شيء. لكن بالمجمل يعني مسابقة درع الاتحاد يعني مشيت بشكل سريع وحسب الإمكانيات الموجودة كملاعب وكجمهور، حتى النقل التلفزيوني كان مغيب تماما إلا في المباراة النهائية. راح أسألك عن مسابقة درع الاتحاد، شو يعني شو استفدت منها كابتن علي؟ استفدت منها كثير، حتى الأندية استفادوا منها كثير. لازم يتشكروا اتحاد كرة القدم على هاي البطولة. أولا بطولة رسمية، اثنين خليني استفيق أنا وتلقى الصدمة بهاي البطولة أحسن ما أتلقاها أنا بالدوري. والدليل دليل على كلامك. أنت قصدك على أعداد الجسم، أعداد الفرق يعني. بعدين بطولة رسمية استاذ، ما أنا بطولة ودية. هي صارت بطولة رسمية مثل أي بطولة درع متواجدة بالأندية وبالمنتخبات وبالدول المجاورة. بطولة متبعة بالدول المجاورة، هي أول مرة هالموسم هذا تطبق عنا نحن بالدوري السوري. أنا برأيي إلى إيجابيات كبيرة، أهم أنا كمدرب يوم أنا بدي أحضر فريق، الأهم أنه أنا أعطي اللاعبين عدد دقائق أكثر حتى يسترجعوا ويستعيدوا الإيقاع ويستعيدوا الرتم واللياقة تبعهم. بهاي الدورة شفنا نحن مثال نادي حطين بمدربهم الكبير بلعيبتهم، نوعية اللاعبين الموجودين بالمباراة النهائية مع الوحدة تلقى صدمة. نتيجة كانت ممكن غياب ضياء الحق، ممكن إصابته، محمد العنزي المنتخب، مصطفى جنيد أيضا ولكن شافوا هني أنه رغم كل هاي الغيابات ما لازم حطين يظهر بهالمظهر اللي شافوا. طيب نشوف حطين هون يتلقى الصدمة بهاي البطولة ولا يتلقاها بالدوري؟ إذن كل ما لعب الفريق عدد مباريات تنافسية أكبر كل ما اتضحت الصورة وصححت أخطأ أكثر. لكن كأنك اعتبرت كابتن علي أنه مسابقة الدرع هي مسابقة ودية تحضيرية للدوري. ليست ودية أستاذ. ليست ودية، هي مسابقة الهداف تسجل رسمية. بتاريخه أنه هو سجل، الحائز على اللقب تسجل بتاريخه أنه هو حاز على اللقب. يعني هي ما أنا بطولة ودية، يعني البطولة رسمية شيء طبيعي. بس انت عم تقول لي هلا انه مثلا الانديه استفادت انه طبعا على موضوع الاخطاء استاذ يوم، لكن هي مسابقه طيب مثل مسابقه الدرع يعني. اليوم عم بيلعب، اليوم عم بيلعب تشرين، عم بيلعب الطليعه، اي مباراه وديه ذات طابع تنافسي ما إلى فوائد وميزات. ليش عم بعمل هاي المباراه؟ صحيح صحيح. ليش عم بعمل هاي المباراه؟ لكن هذه في المستقبل راح يكون لها تاريخ، هي يعني تاريخ درع، وبالتالي لازم يكونوا جاهزين وداخلين على المسابقه بشكل جيد. الأندية اللي كانت عم تحضر قبل فترة معينة من هاي البطولة ظهرت بمستوى جيد. ظهرت بمستوى صحيح. جيد مثل الوحدة، يعني مثل نادي الوحدة. الوحدة ونادي حطين وحطين ونادي جبلة ونادي أهلي حلب والموجودين يلي بس الكل ما كان أخذ على عاتقه أنه هتكون هالمباريات الرسمية، ما كان في يعني كان فيها التسويق الجيد بالنسبة ليلى. السبب التسويق. أستاذ أحمد شو السبب؟ ليش ما كتير أنت حسيتها أنه هي لحد الآن في البعض بيقول لك بطولة ودية؟ ليش؟ ليش؟ التسويق. تسويق والحضور الجماهيري حتى اعلاميا بالمراكز الاعلاميه للانديه ما اعطوها الاهتمام ما في كان اهميه نهائيا. اما اليوم نادي حطين ما اعطاها اهتمام، اعطاها نادي الوحده ما اعطاها اهتمام كبير، اعطاها. كل واحد بيقول لك اليوم اذا عم بيلعب مباراه وديه ولو 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 بدرجه خامسه وبيقول لك ما عندي مشكله اني اخسر، بيكون كاذب. ما حدا بيتمنى الهزيمه. هلا برايك لازم يكون مسابقه درع الاتحاد قبل الدوري ولا ضمن الدوري؟ هلا اذا كانت رسميه بشكل جيد، يعني بنشوف مثلا بأوروبا مثلا انه كاس الاتحاد الانجليزي، كاس الرابطه الانجليزيه، برنامج المسابقات كيف يعني بتضمن بيكون قبل اثناء الدوري ما بعد الدوري كيف تكون موجوده معنا؟ هلا الدوري انت عندك الدوري وكاس السيد الرئيس بيكونوا هني متواجدين مع بعض. اما حتى لو كانت هي ضمن الرزنامه ما في اي مشكله، ولكن انت قادر يا هل ترى الملاعب بدنيا قادرين اللاعبين يعطوك بثلاث مسابقات؟ هلا فعلا هون المشكله يعني. ورغم ذلك انه يعني برغم كل الامكانيات يعني مشكورين جدا انه اقاموا هالمسابقه وخليها اول مره يعني ثاني مره ان شاء الله بتصروا يعني كانت الجداول المحطوطه فيها كثير اريحيه للانديه من حيث الطابع المادي. جيد. على كل حال للحديث عن هذا الموضوع اكثر واكثر معي من دمشق الاستاذ محي الدين دولي، عضو اتحاد كره القدم في سوريا،
ورئيس لجنة المسابقات. أستاذ محيي كيف حالك؟ أهلا أستاذ أحمد، الله يعطيك العافية، شكرا لك. وطبعا أنا بتشرف بحضوري معكم بإذن الله تعالى، وطبعا شكر للكابتن كمان مثل ما بقول دائما المتحضر يعني وجاهز دائما ضيفك بالاستديو الغالي. الشرف الكابتن علي بركات بيسلم عليك كمان. الكابتن علي طبعا الكابتن علي من المدربين المجتهدين بسوريا اللي عم يشتغلوا على نفسهم صار لهم فتره، واكيد حيكون له دور بالمستقبل اكيد بمكان كثير جيد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. هلا في البدايه انا بدي اشكركم كثير استاذ محيي، انتم اعضاء اتحاد كره القدم يعني على الجهود، وكاول مسابقه درع الاتحاد طبعا في تاريخ اتحاد كرة القدم، الله يعطيكم العافية مع كل هالشغل اللي اشتغلته. الله يعافيك يا رب، الله يعافيك، اتمنى ان شاء الله يستمر نجاح الفكرة وتطويرها ان شاء الله بالموسم القادم، سواء كنا موجودين بالاتحاد او ما كنا موجودين، يجب تطوير دائما الفكرة بزيادة عدد مبارياتها حتى يكون في الفائدة اكبر منها. طبعا السنة كان هو بداية الدورة، هي البطولة الدراع هي كانت استثنائية بخروج المغلوب منها، لكن الحقيقة هي لن تكون خروج المغلوب بالسنين القادمة، رح يكون مجموعتين ويلعبوا قبل بداية الدوري وأثناء بداية الدوري حتى يكون عندنا بطل الدرع يكون لعب مباريات أكبر ومباريات تنافسية أكثر. لكن حقيقة السنة واجهتنا مشكلة كبيرة هي موضوع الملاعب، لذلك آثرنا طبعا تعديل بنظام الدورة. هلا شو كان رأي الأندية اللي شاركت ببطولة درع الاتحاد الأولى كابتن محيي؟ والله نحن الأندية بالمجمل كانت آراء إيجابية جدا يعني باتجاه البطولة يعني، واتمنوا أن تكون عدد مباريات أكثر وعدم خروج المغلوب. طبعا هي الفكرة الأساسية لنا سوف تطبق في السنين القادمة إذا رب العالمين أتحت ذلك. هلا كان عندكم مشكلة بموضوع الملاعب أكيد يعني، لكن أعتقد يعني مثل ما بيقولوا مشيتوا حالكم بشكل ممتاز يعني بالمسابقة. طبعا بالضبط يعني، حتى اليوم نحن أخذنا قرار بتأجيل الدوري أسبوع كامل حتى نبدأ 25 شهر حتى نتيجة ضعف الملاعب الموجودة بسوريا يعني، لذلك أرسلنا يعني تأجيل الدوري لمدة أسبوع، وطبعا هذا الخبر اللي بتاخذه أنت أول الناس طبعا. تمام والله كنت بدي أسألك يعني أنه كنا محضرين حالنا نحط الجدول جدول المباريات يوم الجمعة القادم، هو على كل حال إذا تم تأجيل الدوري حتى الأسبوع القادم لـ 25 شهر أسبوع واحد فقط حتى الأندية تجهز من ناحية الملاعب، وأيضا هناك أندية عليها منع تسجيل لاعبين، هي عدة أندية من جبلة جبلة الوحدة طليعة عندهم مشاكل بتسجيل لاعبين يعني ناحية مالية مثلا يعني مرة. عندهم ناحية مالية لازم يصفوها طبعا ناحية مالية عندهم تسوية لأنه عندهم مبالغ يتوجب دفع على اللاعبين والمدربين ما بعرف شو، لكن باتجاه الاتحاد الدولي بدهم براءة ذمة حتى يتم تسجيل اللاعبين، فتح نافذة لتسجيل اللاعبين الجدد والعقود التي أبرموها مع اللاعبين. جيد. لذلك تم تأجيل الدوري لمدة أسبوع حتى يأخذوا كل الأندية كمان مثل مهلة أخيرة لتسوية أوضاعهم. طيب كان هناك قرار من أعلى المستويات أستاذ محيي على أنه نادي الفتوي يلعب على أرضه، شو صار بالقرار؟ طبعا القرار جاهز والنادي الفتوي حيلعب على أرضه. بده يلعب. طبعا حيلعب على أرضه، تعرف الموضوع موضوع محافظة وموضوع له أبعاد كتير يعني تتمثل المحافظة، طبعا نحن حنلتزم بالقرار بهذا الشأن وعلينا تنظيم جداول بما حسب الأنظمة والقوانين. جيد. هلا كل الملاعب تقريبا جاهزة ولا لسه في بعض الملاعب ما أنا جاهزة؟ والله في بعض الملاعب لسه ما زال جاهزة، وأما يعني ملعب درعا مو جاهز، ملعب حمص لسه مو جاهز، بتصور ملعب اللاذقية لسه ما جاهز، بده كمان 3-4 أيام حتى يجهز حسب الليل يعني من هلا الاسبوع يعني من هلا الاسبوع بيجهزوا الكل تقريبا لا من المفترض هيك وحسب ما وصلنا يعني هلا الملاعب يعني هي مشكله من تتبع لمشكله عدم تسجيل اللاعبين لهي الانديه اللي ما ممكن يشاركوا لجنه تعمل الفيفا انه ما ممكن يشارك لاعب لا من فئه الناشئين ولا فئه الشباب ولا حتى فئه الاولمبي
مع الرجال ما لم يتم تصفية ذممهم المالية للاعبين والمدربين اللي عليهم. كثير جيد. يعني اليوم مسابقة درع الاتحاد، إذا بدي أرجع للمسابقة كابتن محيي، هل كان هناك جائزة مالية للمركز الأول؟ هلا طبعا هناك جوائز لكل الأبطال بكل الفئات وليس الدرع فقط، لكن نحن الجائزة ما عم نقدر نحطها نتيجة عدم تسويق الدوري السوري حتى هذه اللحظة تلفزيونية وإعلانيا. عندما يتم التسويق سوف توضع الجائزة بما يتناسب مع المبلغ المالي الوارد للاتحاد السوري. والله سؤال، شو صار بموضوع التسويق التلفزيوني بالنسبة للدوري السوري كابتن؟ والله لحد الآن لم تتقدم أي شركة، حتى عرضنا يعني كعقود بالتراضي وحتى هذه اللحظة لم يتقدم أحد. يعني وبالنهاية شو رح يصير بالنهاية؟ بالنهاية أكيد مثل ما قولوا أمر الله، يعني إذا ما في شيء بيأخذ التلفزيون السوري يعني حقا. هذا هو أمر الله. هذا يعني حقا، نحن نتمنى التسويق نحن حتى يكون في ريوة مالية للاتحاد، حتى نقدر نعطي مثلا مكافآت، نعطي يعني كثير أمور علينا كمصاريف الاتحاد السوري، وخصوصا أنه الميزانية لا يوجد ميزانية موجودة الاتحاد الرياضي العام. نعم. عم يبنونا إقامة فنادق والتنقلات والأمور هي داخل سوريا، وخارج سوريا من الأموال المجمدة عم نحاول نسوي، لذلك لا يوجد ميزانية ضمن الاتحاد. صحيح. حتى صحيح. مبالغ العقوبات على الأندية بتصور يمكن اليوم طلع قرار بتحويل المبالغ للاتحاد السوري، وحتى هي مبالغ قليلة يعني لا تفي بالغرض. طيب سؤال أخير أستاذ محيي لو سمحت، أنه كان عندك تصريح لموضوع الفار انه راح يتم الاستعانه بالتلفزيون العربي السوري لموضوع يعني ميني فار يعني قدر الامكان، شو تصريح التصريح؟ والله نحن طبعا تداولوا المواقع والمنصات كما يريدون. هو الحقيقه صارت في نهايه الدرع فكنت مجتمع انا وعلى الموظفين للتلفزيون السوري المخرج والمصورين كله. نعم. فكان عم يطرحوا فكره انه احنا لدينا بالتلفزيون السوري سيارة تملك فيها 28 كاميرا. نعم. يعني أحسن من الفار، حتى الفار في أقصى حد 8 كاميرات في كل جهة. فنحن عنا أكثر، إذا عنا كوادر إدارية عنا كوادر فنية تشتغل ممكن نسوي فار سوري. فأنا من خلال كنت فورا يعني، فأنا عمود من طرحة الفكرة كذا، فداول أنه نسوي فار سوري ونتعرف وسائل التواصل الاجتماعي دولي، فبلشوا التنمر على الاتحاد السوري لكرة القدم. نحن كانت فكرة أطلقها أحد المصورين وقال أنا جاهز. وليش لا يعني كتير فكرة حلوة، وليش لا يعني ممكن تصير يعني طبعاً ممكن تنجح طبعاً. ليش نحن كوادرنا الوطنية منشورة بكل الكرة الأرضية كلها عم تكون مجتهدة وكلها عم تنال الأعجاب بأي مكان، فنحن ليش ما نشجعنا كوادرنا الوطنية بالتلفزيون السوري إنه نسوي فار بسوريا ونكون قدوة لكل العالم. أنا بتفاجأ من هدول العالم اللي علقوا بإحباط تعليقاتهم دائما يعني مثل ما بيقول. لا لا بالعكس يعني والله يعني فكرة يعني كتير حلوة والله فكرة كتير حلوة. وأنت بتعرف يعني أستاذ محيي يعني الموضوع التلفزيون العربي السوري بكوادره إنه كيف استطاعوا أيضا من خلال الحرب يعني إنه ينقل مباريات من كل المحافظات، وأنا منهم يعني صراحة. تماما يعني أنا حتى سؤالي للمخرج التلفزيون عملنا إنه ليش الصور هيك عملنا، إحنا الحزمة عندنا ضعيفة الحزمة. فعامل لي هذا الوضع مفكرين روحوا صوروا بالجوال احسن. للاسف الثقافه الموجوده عند بعض الجماهير السوريه شيء مو طبيعي استاذ احمد. والله بدنا نعمل حلقه خاصه على موضوع انه موضوع النقل التلفزيوني. انا بدي اشكرك جزيل الشكر الاستاذ محيي الدين دولي عضو اتحاد كره القدم في سوريا ورئيس لجنه المسابقات، شرفت يا استاذ محيي. شكرا لكم، لي الشرف دائما اكون موجود معكم دائما. اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم كابتن علي. حكى يعني الاستاذ محيي بشفافيه مطلقه انه يا جماعه انه هذا الموجود عندنا وهذا اللي كل شيء عندنا، وحتى انه بدي ارجع انه تم طبعا تاجيل الدوري اسبوع واحد فقط. نعم. شو رايك بكل اللي حكى الاستاذ محيي؟ مثل ما تفضلت عم بيحكي بواقعيه. تاجيل الدوري على ما يبدو تم لعده اسباب، اهمها الملاعب غير نعم. جاهزه. اثنين، في التزامات ماليه مترتبه على الانديه ما نعم. قادر انت تسجل اللاعبين ببرنامج تسجيل اللاعبين حتى تبرئ ذمتك أمام اللاعبين والمدربين بالمواسم السابقة. أتمنى أنه يضل على أسبوع فقط. أنا أتمنى، كنت بدي أقول له للأستاذ محيي الدين، أتمنى أنه يكون التأجيل فقط أسبوع، ما نفوت نحن بدوامة التأجيل مثل المواسم والسنوات السابقة. هذا التأجيل على ما يبدو
ملزم ومحتم لعده امور نحن حكينا فيها. هلا هو قال شغلتين يعني، لو في عندنا ملاعب دور ملاعب وامور فنيه ماليه ومالية يعني، نعم امور فنيه وماليه، تسجيل ماليه تسجيل لاعبين ما في اي مشكله، ولكن هون تقصير مو من اتحاد الكره، تقصير من ادارات الانديه. لا اكيد اكيد تقصير من ادارات الانديه، هن الى الان ما قاموا بايفاء الزمم الماليه المترتبه عليهم بالمواسم والسنوات السابقه، فلذلك اعطوهم مهله اخرى اللي هي اسبوع، ان شاء الله نكون نحن على هالاسبوع التاجيل فقط. بدي تعطيني رايك انه بموضوع تسويق الدوري اعلاميا، لماذا لم يتم حتى الان تقديم اي طلب من اي شركه لنقل الدوري؟ طبعا التلفزيون العربي السوري حاضر وجاهز لهذه الموضوع. اكيد التلفزيون العربي السوري طبعا يلي هو كان وما زال يقدم ويتواجد بأي مكان رغم ظروف الحرب وإلى آخره، كنتوا تتواجدوا وتطلعوا وتتواجدوا بأي مباراة تكونوا فيها، ولكن ليش ما في تسويق؟ ليش ما في هون شركات؟ السؤال يعني هون السؤال. هذا الضعف هذا الضعف يلي نحن فيه، ضعف السمعة تبع الدوري السوري ما بيخلي أي شركة تكون متواجدة سواء من خارج البلد أو داخل البلد. على ما يبدو القيمة التسويقية كانت عالية جدا، كانت صدى اف ام، بتوقع صدى اف ام سبورت. نعم. هي مجموعة من الشركات يعني، لكن ما حكيت يعني انه كان الرقم عالي سنين. جدا يعني 3-4 سنين صدى اف ام كنقل، مو نقل، لا هو الكتروني، موقع الكتروني نعم. فقط يعني. ليش من قبل كان في حقوق بس او كان في لاي قناة؟ ما تم شراء، لا ما كان في ناهيك عن التلفزيون السوري. طبعا طبعا التلفزيون السوري. لا هم استعانوا ايضا بكوادر التلفزيون السوري شركات خاصه. انا برايي لربما مثل ما قال لك الاستاذ محي الدين، اذا ما تم التعاقد بالتراضي او بغير التراضي او يلاقوا صيغه توافقيه بينهم وبين اي شركه بس ولو الكتروني مثل ما كنا سابقا، لازم يكون المكاتب الإعلامية بالأندية إلى الحق بأنه هي تنقل مباريات. برأيك سبب التراجع هو أكيد الدوري طبعا، ولا في أيضا في مشاكل في إمكانيات في ظروف الحرب يعني، أيضا هي الملاعب مثلا كل شيء. الدوري تراجع الدوري بمجاله الأوسع، نعم، يلي هو بيشمل التقصير من الجميع. هذا التقصير أكيد ظروف الحرب والحالة المعيشية إلى دور سلبي كبير بالشيء اللي نحن وقفنا اللي نحن وصلنا له، نعم. ولكن في تقصير وفي إهمال من الجميع، أنا كمدرب كلاعب كإدارات أندية كاتحاد كرة قدم ببعض المواضيع قد يصيب وقد يخطئ، نعم. ولكن نحن اليوم إلى الآن ما في أي شركة راعية لنقل حقوق البث التلفزيوني أو الإلكتروني للدوري السوري. كمان هذا الشيء إذا ما تم راح يساهم أكثر بانخفاض السمعة والشعبية طبعا للدوري أكيد السوري. أكيد هلا حكي عن موضوع الفار وأيضا الميني فار. طبعا هو الأستاذ محيي هو اطلق معلومة من أحد كوادر التلفزيون بأنه ممكن يكون في ميني فار. طبعا هو تقنيا يعني أنه وين مشكلة أستاذ أحمد؟ ما في مشكلة يعني، لا تقنيا حط كاميرا عند الصندوق الأول وحط كاميرا عند الصندوق الثاني على الأقل، ويعادل 70% أنا بوصل للحق على الأقل يعني، نعم. على الأقل 70% أنا يوم بتواجد حتى لو بكاميرات التلفزيون الموجودة بوصل أنا 70-80% للحقيقة يعني. ممكن أنا ما خلي ضياع الحق، أو حتى أنت بتريح حكامك أكثر، بتريح أنديتك أكثر ولاعبينك أكثر، وما بقى بيصير هالضغط. بخفف اتحاد كرة القدم خصوصا لجنة الحكام، بخف الضغط كبير على لجنة الحكام سواء بأي اتهامات كانت تطالة، حتى إذا تواجد 4 كاميرات في الملعب أو مثل ما تفضل وقال الأستاذ محي الدين أنه موجود عربي أحد الشباب المخرجين الموجودين في دمشق، قال له موجود 28 كاميرا إنجاز. أما اليوم نحن إذا بدنا ننطر إسا العربات أو الكاميرات حتى تجينا نحن من الاتحاد الآسيوي عن طريق إحدى الاتحادات، بتوقع لو بدهم يجوا كانوا اجوا يعني. مطولة الحكاية، مطولة، لازم تكون مطولة. هلا على كل حال يعني كنا ناطرين نحن انه الجمعة القادمة يكون الدوري السوري بكرة القدم للمرحلة الأولى، وكنا مجهزين على موضوع جدول مباريات الجمعة القادمة، لكن يؤجل عرضه للأسبوع القادم إن شاء الله، نعرض الأسبوع القادم. هلا بدي ارجع على مسألة المنتخبات الوطنية كابتن علي. اليوم عم نشوف خطوة جيدة نحو الأمام أنه بطولة دورة غرب آسيا للناشئين حصل عليه المنتخب السوري، شو رأيك بهذه الخطوة؟ إنجاز يسجل للاتحاد كرة القدم وللكادر الفني بقيادة أخونا أبو عبادة الكابتن فراس. ما بسمح ولا بخل، ما بتمنى أي حدا يبخس بهذا الإنجاز. ممكن الكل يجي لك أنه والله هي دورة غرب آسيا غير معتمدة غير لا، طالما أنا اليوم وصلت للبوصلة
وعم صحح ما فاتني من اخطاء، وانا اليوم شفت هالكادر بهالمجموعه الرائعه من الشبان اللي هو اعدهم، انك انت اليوم تنتصر على السعوديه، انك انت تنتصر على الدوله المضيفه، على الاردن ايضا. نعم هذا انجاز. وبالعكس هذا بيعطينا دافع معنوي كبير. انا اليوم بطل غرب اسيا للناشئين. طبعا بيكفي الاسم هذا، دوره غرب اسيا، حالي نفسي ومعنوي كبير حتى للاعبين وللجمهور بالتصفيات الاسيويه المقبله. بالتصفيات الاسيويه المقبله ما بيصير اي حدا ينكر اي انجاز او يبخس ثمن اي جهد اي مدرب او اي كادر او اي عضو اداره او اي اتحاد متواجد. بتشكرهم كلياتهم، بتشكر الكابتن فراس وكادره. ان شاء الله رب العالمين التوفيق ويكونوا فرحه وطن باذن الله بتصفيات اسيا. هلا بالنسبه لهذا الفوز يعني بطوله غرب اسيا، بتحس انه هو نتاج عمل بالفئات العمريه بالانديه؟ ممكن يكون مساعد هذا ولا شو؟ انا يقيني اليوم 40% تم اعدادهم و50% تم اعدادهم ضمن الامكانيات المحدوده المتواضعه بالانديه، لانه اليوم نحن للاسف بالانديه، وهذا توجه صار. نعم. الاهتمام والرعايه دائما للفريق الاول، ما تبقى الفئات العمريه عم بيكون فيها بعض الاهمال الغير مقصود ناتج عن الحاله الماديه. ولكن الفكر، الالتزام، الانضباط، الحاله اللي شفناها بالفريق، هذا نتاج كادر فني مع كادر اداري للمنتخب. يعني للمنتخب. انا عم بحكي يعني. نعم. كذلك الامر منتخب الشباب مع اخونا الكابتن محمد عقيل. عقيل كمان هذا. نعم. هذا انجاز. هذا ما تقول لي انت عم بلعب انا مع جوام مع بوتم. هلا طلع حكي كثير على هذا الموضوع انه في منتخبات ضعيفه جدا جدا، نحن ما كنا نلتقي فيها لانه ضعيف، يعني انه اتحقق الفوز يعني ولو كان نعمل يعني الاسقاط معنويا، يعني حتى معنويا يعني نفسيا. تصفيات المؤهل اليوم بالرجال كاس اسيا. نعم. التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم، يا هل ترى المتواجدين اليوم كوريا الشماليه، قرغستان، الصين، منتخبات متطورة. تمام. نعم. ولكن هل ترى هي اليوم على الأرض كواقع، أنا عم بحكي هني أفضل الكويت حاليا اليوم أفضل من منتخبنا السوري؟ لا. يعني أفضل من منتخب طاجكستان اللي ربحنا عليه نحن مبارح، أول مبارح 1-0. أنا برأيي التخبط بالأشهر الماضية والسنوات الماضية كان له دور يعني. تماما. أما أنت اليوم أنا على يقين المستوى اللي عم شوفه قرغستان متطور، ولكن أنا بشوف منتخبنا أفضل، بشوف طاجكستان أفضل، الصين بأسوأ أيام. أيام صعبة الصين يعني. كوريا الشمالية. نعم. كوريا الشمالية. حتى كوريا الشمالية. يعني. فأنا ما أنا معيار. أنا ما أنا معيار. جوام، بوتان، حتى لو فرق أو دول أو منتخبات دول ذات مستوى ما كتير عالي، مستوى متوسط أو هي قيد التطور. نعم. فانت المهم عملت الانجاز، اديت اول مهمه عليك اكيد، بس بتحس انه هذه المنتخبات اشتغلت على نفسها، صار عندهم تنظيم جيد. صار عندهم يعني التصاق ما بين اللاعبين والمدربين. اليوم نحن ضعنا، نحن كمنتخب وطني الرجال ضعنا. انا السنوات الماضيه فاتت راحت، ما بقى فيني صحيح، انتهت الروايه سنوات. نعم. انا بيهمني السنوات القادمه، العقليه نفسها ما في تطور. طيب بمجيء خوسيه لانا المدرب الاسباني، كيف بتشوف الكره السوريه مستقبلا؟ متفائل كثير. انت عم تحكي عن مدرسه طبعا، هن المسيطرين على العالم اليوم يعني صراحه، مدرسه في كره. نعم. القدم. انا يوم بشوف بهمني انا الواقع كيف انا ممكن قيمه باداء المنتخب. نعم. المباراه هي اللي بتكون الحرب الحقيقيه، هي اللي بتقيم المدرب وبتقيم اللاعبين، هي اللي لها اثر كبير وتحدي دائم. المباراه هي الفيصل. انا اللي شفته من لحظه قدوم المدرب خوسيلانا، في فكر جديد، في التزام واضح وانضباط عالي من اللاعبين. يعني احنا اذا بنحضر طاجكستان مع استقطاب وقدوم اللاعبين المحترفين بالدوري الارجنتيني، يعني شفت شيء جديد يعني غير كوبا مثلا. تمام. طبعا فرق اثناء تواجد كوبر. نعم. ما شفت أي شيء جديد، ما شفت منتخب أي شيء جديد. نعم. كل إنسان له قناعة. أنا يقينا اللي شفته بناء كمان على النتائج، صار في ترابط بين الأداء وبين النتائج، ما شفنا نحن أي شيء جديد على زمان المدرب هكتور كوبر. نعم. اليوم نحن إذا بدنا نشوف رباع الدفاع مباراة طاجكستان مع الحارس، حتى شفنا اليوم عمر ميداني أول مرة بيلعب مركز باك يمين، أدى مهامه الدفاعية بشكل صحيح. هجوميا ما كتير انا بطلب من عمر ميداني لانه هو عم بيلعب بهالمركز. هذا شفنا ايهم اوسو مع سائر كروما ك
قلوب الدفاع اثنين ملتزمين. شفنا اليوم سيمون امين مع المار ابراهيم، شفت انا محاور ارتكاز مع محمد عثمان، شفت انت لا مركزيه بالملف الهجومي. يعني انت اليوم محمد حلاق، محمد المواس، نوح شمعون، ما في مهاجم صريح. حلو. انت شفت حلو. مهاجم صريح بالبوكس داخل الصندوق ما في. اليوم انت كمهاجم صريح ما في عنده الملف الهجومي، هو لا مركزيه. يعني ممكن انت تشوف محمد مواس بجل الاوقات داخل الصندوق، بلحظات تانية ممكن هو يكون لاعب وينج جناح. نوح شمحون عم بيتم التبادل بينه وبين المواس، اذا هو عم بيعتمد على لا مركزيه. الاهم هن اليوم ملتزمين كليا بالتعليمات اللي عم بياخذها المدرب والعلم يلي هو عم بيعطيهم اياه. اليوم انت عم تشوف تكسيف خساره الكره، كل الفريق 10 العناصر موجودين خلف الكره. ما يميز خوسيلانا والمنتخب السيطرة على المباراة. يعني التوزيع بالملعب، فيه بالتوزيع بالملعب تحس انه في سيطرة، اذا بيلعب 4-4-2 او 4-3-3 بتشاهد على الملعب تكتيكي. كرسم تكتيكي وكأسلوب لعب متميز. اللي بشوفه انا السيطرة على المباراة. السيطرة على المباراة مو يعني استحواذ، كلمة السر عند خوسيلانا التحكم بمجرى المباراة، هو عم بيتحكم بمجرى المباراة. يوم انا عم بتفرج انا عم شوف اليوم تنظيم هجومي، هو بده يستحوذ، احيانا عم بيستحوذ ليهدئ الرتم، يهدئ الايقاع، احيانا عم بيستحوذ حتى يعمل تنظيم هجومي حتى يضرب دفاعات المنافس، احيانا عم بيترك الاستحواذ. هل هو قادم من ايضا من كره اوروبيه؟ هلا مسيطرين على العالم تقريبا بجميع الفئات. كابتن هكتور كوبر من وين قادم؟ يعني كمان نحن بدنا نبخس تاريخه لكوبر، ما لا قادرين. لا احنا عم نحكي على الحداثي، يعني هلا الزلمه ما كان مصله شهرين اخذ بطوله اوروبا تحت السن 19 تمام. ولكن فينا نقول ان كوبر مدرسه قديمه كلاسيكيه باليه تقليديه؟ لا ما فينا نقول هيك، ولكن عنده سي في، عنده سي في، لكن ما بيصلح للزمن هذا يعني صراحه. وانت شفت يعني انه المنتخب الوطني ما كان له اثر ابدا. انا ما بعزي هذا الامر لعدم التطور والحداثه والفكر والمعلومات الكبيره اللي هي عند كوبر، لا. انا بعزي هذا الامر تواصله واسلوب تعامله مع اللاعبين وادارته للمحاربين اللي عنده، اللاعبين العشرين لاعب كانت خاطئه. اما الخوسيلانا خلينا نحكي تكتيكيا مثل ما قلت لك، عرفان شو بده، تتفرج على المباراه في متعه، قادر انت تقول فريقنا بيعرف شو بده دفاعيا، فريقنا بيعرف شو بده هجوميا، مرات ثابته، حتى اللاعبين اللي تم استقطابهم. يعني انت حتى شوف المار ابراهيم امبارح ضابط الايقاع، المار ابراهيم بيعرف ايمت عم بيهدي الرتم، بيعرف ايمت عم بيزيد الرتم، افتكاك كره، سيمون امين افتكاك الكره منه، صناعه الهدف بدايه اجت من سيمون. طيب. تك الكرة ولعبها المواس. هلا هو على كل حال أيضا اليوم مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب التايلندي بنهائي بطولة كأس تايلاند، نهائي أعتقد يعني صحيح هو مباراتين فقط بهذه البطولة، لكن بالفعل مثل ما حكى الكابتن علي أنه نحن رح نشوف أيضا كيف ممكن إذا كان هناك تطور بالنسبة لمنتخبنا الوطني. بدي أسأل عن غياب عمر خريبين وعمر السومة واستبعاده من القائمة المنتخب، شو رأيك؟ وجهة نظر مدرب، أنا إذا هو كوجهة نظر فنية هي بتكون وجهة نظر، هي وجهة نظر نسبية. يعني بتختلف من مدرب لآخر. حسن هو ما بيخدمه مثلا مسيرته التحضيرية أو مسيرته المستقبلية؟ أنا ما بعرف، أنا كيقيني أنا كوجهة نظري أنا بشوف أنه عمر خريبين لازم يتواجد. عمر خريبين اليوم بالدوري الإماراتي كان موجود، عمر السومة بتاريخه الكبير لربما بيستفيد منه ببعض لحظات المباراة، ولكن هو شو التوجه اللي حاطه هو بباله ما بنعرف. اما ليش اليوم انت اليوم مع غياب بابلو ما عندك اي مهاجم صريح، يعني حتى انت بابلو صباغ حتى الموجودين بالدكه ما في مهاجم صريح. ما في مهاجم صريح. هلا بنرجع على موضوع انه فعلا المنتخب الوطني قوامه الدوري السوري. عندما يكون هناك دوري قوي شيء طبيعي يكون في منتخب قوي. هلا اليوم اذا بدك تشوف بالمقلب الآخر على الكرة العالمية، هلا إذا الدوري الإنجليزي هو أقوى دوري في العالم، عنده منتخب إنجليزي أنا بقول لك إنه ممكن إنه عم يتطور، لكن بتوقع مجمل لاعبينه هو من كل دول العالم. يعني كيف راح تنطبق هذه المسألة إنه والله دوري قوي مع منتخب قوي؟ رجعنا نحن للنقطة الأولى اللي حكينا فيها. يعني أنا اليوم سؤال أستاذ أحمد طبعا وتم الطرح، وبدي ارجع اطرحها كمان مع اعضاء الاتحاد ومع الاستاذ صلاح رمضان، وحكيتها اكثر مره مع الكابتن مهند والكابتن فجر. انا اليوم كمدرب علي بركات، كراسي مع سعيس، المدربين العاملين الموجودين
طيب هذا المدرب وصل أخذ الشهادة، أخذنا الشهادة. نعم. طيب هذا المدرب أنا كيف بدي أطوره؟ اليوم إذا تطور علي بركات علميا وكرويا راح يعود بالنفع على الدوري السوري، وإذا عاد بالنفع على الدوري السوري راح يتطور المنتخب. صحيح. ليش نحن ما بنعمل تعايش ولو على حساب المدرب؟ نحن اتحادات كرة القدم بالدول العربية المجاورة تربطنا فيهم علاقات منيحة حسب ما عم نشوف. طيب أنا اليوم الأستاذ أحمد ليش ما بيبعت اليوم 7-8 مدربين فترة تعايش؟ فترة تعايش. طرحتوا هذا السؤال ولا ما فترة تعايش؟ طرحتوا هذا الموضوع. واللاعب كذلك الأمر، طرحنا هذا الموضوع وإن شاء الله رح يجيب نتيجة. نعم. إن شاء الله رح يجيب نتيجة، يعني اليوم بدي طور، اليوم أخذنا البروفيشنال، إيه وبعدين؟ بعدين؟ طيب إيه عم درب، إيه وبعدين؟ طيب أنا خليني أشوف مدرسة ثانية. ولو على حساب الشخص. صحيح. خليني أشوف مدرسة ثانية، واللاعب كذلك الأمر، حتى أنت بتشوف اليوم، أعطيني لاعبين اليوم، يعني أنت عندك محمود الأسود راح دوري عراقي، عمر خريبين دوري إماراتي. عمر الصومة دوري قطري. نعم وهكذا. غير اللاعبين المغتربين اللي جابون وتوافقوا وهلا صاروا موجودين عندنا. فانت اليوم طيب انا اتمنى اشوف مصطفى جنيد ومحمد العنز بكره، اتمنى اشوف مصطفى جنيد موهبه كرويه، يعني بكره اليوم مباراه اليوم مع تايلاند اليوم الساعه لاعب موهبه. نعم لاعب موهب، يعني انا كامكانيات فرديه وكحالة ذهنية ما بيختلف ولا بيتفوق محمد عثمان أو سيمون أو على مصطفى جنيد، ولكن يلي بينقصه مصطفى بالمنتخب دقائق لعب، دقائق لعب وراح يثبت بيثبت مركزه. هلا وشوف يعني حتى موضوع اللاعب يعني القادم من برا واللاعب الداخل من سوريا داخل سوريا إنه عم يصير فيه لغط بهذا الموضوع. نعم. يعني هلا مثلا ممكن اللاعب اللي جاي مغترب مثلا من الارجنتين انه همه اهتمامه انه صحيح يصير بمنتخب بلده سوريا، لكن ايضا هناك في مصالح واضحه انه يكون بالسي في تبعه انه لاعب منتخب وطني. اي طبعا هذا طبعًا. شيء لكن شيء طبيعي هذا بده يكون، يعني ناهيك عن الانتماء اذا هن جايين مشان الانتماء ومشان الوطن فبالتاكيد هو بتفيد السي في تبعه. ولكن انا ماني مع انه اي لاعب جاي من الدوري الارجنتيني او دوري البيرو او تشيلي الى اخره توبياس القاضي او حتى آخره. من السويد، يعني من السويد مو معناته نعم. انه هن افضل من اللاعبين الموجودين بالدوري السوري، مو نعم. كمعيار، مو كمعيار، ولكن انت اليوم في مواهب ما فينك انت تبخس لها ومرحله بتعدي يعني ايه نعم. يعني محمد عثمان شفناه نحن من سنتين تواجد بعدين تم ابعاده، اليوم متواجد، ولكن يا هل ترى اليوم محمد عثمان سجل هدف مع طاجكستان، محمد عثمان نعم. كميزات وكفروقات بيمتاز كتير عن لاعبنا السوري أو الموجودين حاليا مع المنتخب؟ لا ما بيمتاز، اللاعب بس أخذ الفرصة خصوصا اللاعبين اللي أنا ذكرتهم بس أخذوا الفرصة بالمنتخب راح يكونوا عماد المنتخب وراح نعتمد عليهم أكثر. هلا سؤال أخير، تفضل. بتحس أنه منتخبنا الوطني لازم يكون متواجد بالدور الثاني بتصفيات كأس العالم؟ طبعا لهيك أنا قلت لك الحسرة لما انا بشوف الصين، لما بشوف قرغستان، لما بشوف كوريا الشماليه، يا رجل لما بشوف يعني الكويت، يعني قدموا اداء متطور كمان، يعني وين الاداء المتطور يعني. لكن الفرق اللي عم او المنتخبات اللي عم يشوفوا منتخب الكويت عم بيقدم اداء متطور استاذ. نعم. عم بيخسر 4-0، منتخب الكويت اداء متطور، منتخب الصين اداء متطور، عم يشتغلوا على انفسهم تمام. هون نحن شو الفرق، هني عم بيشتغلوا على انفسهم. نعم. هني ما مروا بحروب، ما مروا بحاله اقتصاديه صعبه، نحن مارين، ورغم ذلك انا بشوف مستوانا نحن افضل. نحن لو في عنا إسا اهتمام أكبر كادر وطني لو كان متواجد محل كوبر وصلك على الدور الثاني ولا لا 100%. الكابتن فجر، كابتن مهند، كابتن نزار، القامات الكروية الموجودة، الكابتن المعماد الموجودين ما بيوصلوك على. وأنا انتقد كوبر وانتقد اتحاد كرة القدم إنه كان المدرب الوطني كان أفضل، يعني على كل حال ان شاء الله بنشوف منتخبنا هدف من كوريا الشماليه خلانا خارج الحساب عرضيه. على كل حال ان شاء الله بنشوف منتخبنا بنهائيات كاس العالم وليس بتصفيات كاس العالم ان شاء الله. انا بدي اشكرك جزيل الشكر الكابتن علي بركات المدرب الوطني ومدرب عده انديه في سوريا، شرفت يا كابتن علي. شرف لنا استاذ احمد، بتشكر اهتمامك وبتشكر لقائك وان شاء الله دائما بنشوفك بخير انت والشباب. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. انا بتشكر ايضا زملائي بالكنترول وايضا بكل ما من يعمل ببرنامج كلام في الرياضة. كلام في الرياضة لينتهي، إلى اللقاء.